السلام عليكم شباب، كي داير؟ لاباس عليكم؟ وكنتمنى تكونوا بصحه وعافيه، ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي اكسكلوزيف اليوم اللي غادي نهضروا على فلاكت اكونت. فلاكت اكونت وي فلاكت اكونت، وغادي نجاوبوا على معاد ديال الاسئله. اول حاجه هو شنو هو فلاكت اكونت، وثاني حاجه كيفاش غنعرف راسي راه فلاكت، وثالث حاجه اشنو هما الحوايج اللي كيخليوني نكون فلاكت، ورابع حاجه شنو هما لي سولوشنز، شنو هما الحلول اللي غادي ناخذ باش نكون ان فلاكت في الاكونت ديالي. خليكم في الفيديو. ويلكم باك، مرحبا بكم مرة أخرى. ألوغ، توبك اللي مهم اللي دارت الجهد يامات هو أكونت فلات. Flat account. Okay, so إلا لاحظتوا ما عرفتش واش انت اللي كتشوفني ولا انت اللي كتشوفني في هذا الفيديو هذا، واش لاحظتوا شي تغيير في الاكونت ديالكم ولا لا. مي لا بلوبار ديال الناس اللي ديغنييغمون سينس من ابتداء من ابريل لاست يير، العام اللي فات من ابريل وديسمبر واكتوبر نوفمبر ديسمبر، كل شهور الاخرى يعني من ابريل حتى الاخر حتى لدابا، بزاف ديال السيلرز شافوا واحد التغيير كبير في الاي باي، وحتى شي واحد ما عارف اكزاكتلي وات از هابينين. اوكي، اشنو هو فلاكت اكونت؟ فلاكت اكونت هو ملي كيجي اي باي كياخذ لك الاكونت ديالك والبيرفورمانس ديالك يقتلها. اوكي، هذا هو اول حاجه. ثاني حاجه، كيفاش غنعرف راسي انه اني فلاكت؟ اوكي، ملي غادي نكون عندك البيرفورمانس ديالك هي هادي. اوكي، عندك هنا دايز وهنا عندك دولارز امونت كلنا عندنا في الاكونت ديالنا هذا. اوكي، الوغ نورمالمون لي سيلز ديالي هنا غادي نقولو مثلا 50 دولار، هنا 100 دولار، هنا 150، هنا 200، هنا 250، هنا 300، هنا 1000، كخديت كمثال. اوكي، از دروب شيبر كل نهار كنشوف البيرفورمانس ديالي باش كنعرف راسي فلات. ملي كيكون السيلز ديالي بحال هكا اليوم 1000 دولار، 900 دولار، 700 دولار، 2000 دولار، 900 دولار or whatever 1200 دولار. اوكي، الاكونت ديالي ملي كيكون بحال هكا $500، ملي كيكون الاكونت ديالي هكا كيكون هيلتي اكونت نورمال، everything is fine, everything is cool, you don't need to worry about it. حتى ولو شفتي البيرفورمانس ديالك وصلت لهنايا، وصلت لك 300 ولا 200 دولار، you still fine, your account is good. خليك معايا هاد لابارتي هادي، هادي good a good seller account. Okay, you don't need to worry. الوقيته ملي كتشوف ديال البيرفورمانس ديالك كتهود بي دايره بالاحمر، 50 دولار، 30 دولار، 10 دولار، 60 دولار، زيرو سيل، وان سيل، وان سيل، زيرو سيل، زيرو سيل، وان سيل. هادي السونس كيف كتشوف البيرفورمانس ديالك كانت هكا ولا بحال هكا، غاد عارف راسك انه الاكونت ديالك فلاكت، وما كاينش شي حاجه اخرى اللي غادي تكونفيرمي لك هادشي نهائيا. ما كاينش اي باي براس هما كيبغيوش يبارطاجيو هاد الانفورميشن، حتى الا عيطتي عليهم في التليفون
وقلت له وسولتهم ما غيجاوبوكش اكزاكتلي، ما غاديش يعطوك جود انفورميشن. علاش؟ انا درت مكالمات بزاف مع ايباي، مع الكاستمر سيرفيس ديال ايباي، وملي كنهضر معاهم تخيل انا ناخذ لكم اكزامبل ديال جوج لي زابيل، انا راه خديت 3 ولا 3 ولا 4 ديال لي زابيل معاهم. واحد كاستمر سيرفيس، من الكاستمر سيرفيس كيقول لي لا الاكونت ديالك كي اتس اوكي اتس جريد ابوف ستاندرد 100 بوزيتيف فيدباك، ما عندكش مشكل، يور دوين جود، ما كاين حتى شي مشكل. تنقول له فلان ايكوت هاد الاكونت عندي راه سيلز دروب داون دراماتيكلي، كيقول لي لا لا يور جود، واش دروب شيبين از الاوت از نوت الاوت، تيقول لك نو نو اتس فاين از الاوت نو بروبلم. هذاك تيقرا السكريبت ما عارفش، يمكن يقدر يكون جديد، يكون ما عارفش لي زانفورماسيون، يقدر قالوا ليه ما تقولش هذوك لي زانفورماسيون. اوكي نمشيو للكول نمبر 2، يعني الكول الثانيه اللي عيطت في التليفون هدرت مع واحد هذا اوت اوف يو اس، بيست اوت اوف يو اس، ما كاينش في الامريكان هذا، وهذا بيست ان يو اس. موست اوف ذا تايم اغلب الاوقات ملي كنهضر مع شي واحد بيست ان يو اس كيعطيني مور انفورميشن، لانه هذوك اكسبيرت تيعرفوا المعلومات ديالهم. وسولته بصريح العباره قلت له بغيت نسولك، عندي جوج اسئله وجيني من الاخر. السؤال الاول هو واش دروب شيبين الاوت ولا نوت الاوت، جاني ستريت فورورد قال لي دروب شيبين از الاوت هاويفر، بحال هكا هاويفر من هاد البلاتفورمز ريتيل اربيتراج بلاتفورمز از امازون ولا سيرز ولا اني اذر بلاتفورم is not allowed. ولكن as a dropshipper إذا كنت عندك agreement with the supplier وانت عندك stock then you're fine، ما عنديش مشكل. اوكي هذا هو السؤال جواب عليك، يعني dropshipping إذا كنت عندك stock ولا ساني كونترا مع شي supplier او لا سميتو هذه it's fine. 2 you're not allowed to sell in eBay platform إذا كنتي كدropshippers من other platform، يعني تا كتحط صورة كتمشي كتهزها you know what I mean from Amazon from Walmart from Home Depot and so on. اوكي هذا السؤال جاوبني عليه. قلت لي السؤال الثاني هو is my account flagged؟ قال لي yeah your account is flagged. قلت لي كيفاش علاش؟ قال لي your account is flagged علاش انت راه عرفناك انك دروب شيبرز. كول اذا جوج لي زابيل جوج كل واحد كيقول حاجه، ولكن اللي انا واخده اون كونسيدريشن وهذا هو هذا الثاني، هذا اللي قال لي اوكي اتس ما اكونت از فلاك باش عرفتو عرفتو بهاد دراماتيكلي دروب اوف سيلز اللي كان شي هكا شي هكا هكا ويت هو دراماتيكلي ايماجين كاين شي نهار زيرو سيل في هذاك الاكونت، معناتها هذا از ديد اكونت ديد اكونت ميت مشى الله يعاونو. اوكي سو هذا هو باش غتعرف ان راسك انه يو ار فلات. اوكي هادي نمبر 2. نمبر 3 واي علاش انا واي ديد اي جيت فلات علاش؟ الوغ سمعوا ليا كلين نوض الصبورة. اوكي سو نمبر 3 باش غنعرف راسي انه انايا باش شنو هما علاش انا اي جوت فلات علاش. اوكي اول حاجه اللي هي مهمه جدا هي copy and paste plus photos انا اخذهم جوج. الا كنتي كتمشي الامازون ولا وولمارت ولا هوم ديبو وكتهز لي زانفورماسيون من الويب سايت كوبي كتحطهم في ليستين ديال في ايباي بيست، عرف راسك انك فلاكت. علاش؟
لقاش لي زانفورماسيون اللي كدير كوبي اند بيست باقي الكوداج ديالهم ديال امازون وكيتحط عندك في الديسكريبشن في اي باي. اوكي فيري كلير. كدير كوبي بيست من ويب سايت لويب سايت يو ار فلات. ملي كتهز فوتو من كتابلودي فوتو من امازون ولا من وول مارت ولا من هوم ديبو ولا من لوز ولا من اي ويب سايت كدير ليه داونلود في الكمبيوتر ديالك وكتحطهم وكتهزهم عاوتاني وتحطهم في اي باي عرف راسك انك راه فلات على حقاش هذوك الفوتو باقي فيها الكود كود كيكون في هذيك لا فوتو هذاك الكود كيبان في الالغوريثم باردون كيبان في الالغوريثم ديال اي باي انه هاد الفوتوز هادو ات بلونغز تو اي امازون ولا ات بلونغز تو ادر ويب سايت يعني هادوك لي زانفورماسيون اللي كاينين في لا فوتو كيبانو ولي زانفورماسيون كتهز من السيت كتحطهم في ديسكريبشن وفوتو حتى هما كيبانو. اوكي هادي هي نمبر 1 كوبي اند بيست ملي كتهز وتحط والفوتوز ملي كتداونلوديهم وتابلوديهم في امازون هادي نمبر 1. نمبر 2 اي بي ار سوفت ويرز. اوكي كلنا كنعرفوا لي سوفت ويرز والمهم اللي معروفين بزاف دي اس ام تول اوتو دي اس ان سو اون دي اس جيني whatever there are so many كاينين بزاف. علاش اي بي ار ماشي عاود انه it's against terms and conditions ديال eBay. No, there's nothing. انا درت لي ريسيرش ديالي ما كاين حتى شي حاجه كتقول انه connecting software external that's my third party software connected to eBay eBay platform it's totally fine لان ديجا كاينين others يعني في الاكونت ديالك كاينين other softwares API connected to your account معناتها ما كاينش في مشكل. It's not against terms and conditions. Okay, however ملي كتاخد نتايا ASIN ديال امازون وكتحطها فور انستنس في هاد ليكزومبل هذا غادي ناخدو DSM tool. ملي كتهز هادوك لي زانفورميشن هنايا وكتهز وتحطهم في ايباي يعني تي تراكي لك تي دير كنترول ديال البرايس و الكوانتيتي ملي تملي كتحطو في دي اس ام تول وكيدير لك هو اوتوماتيكلي كيدير لك داكشي كله اوتوماتيك ويزاوت دوين ات مانيولي كيحط لك ليستين ديسكريبشن ويز كودز ويز لينكس ليليان ديال امازون ولا ليليان ديال لي بلاتفورم اللي انت سورسيتي منها البرودكت. هادي بالنسبة للتولز as a DSM tool ولا اوتو دي اس ولا سون اون كاينين بزاف ديال السوفتوير معنيتها انا ما غنقولش كل هما السوفتويرز ولكن لا بلوبار اللي خدمت بهم انايا فيهم هاد القضية هادي ما كيحيدوش الكودز او لا الفوتوز ايفن دو ذا فوتوز ما كيحيدوش الكودج وما كيتحطوش في ايباي بلا هذاك لو كود معنيتها الالغوريثم ديال ايباي لانه ماشي هيومن اللي كيجلس وكيشوف هذا دروب شيبر لا هذا ماشي دروب شيبر وكي سيغريغيت كي نو سيستم الغوريثم كاين في كازيني كي يبين انه هذا مستخدم الاي بي اي ولكن ما عندناش مشكل مع اي بي لانه ديجا كان ابروفيو لهذوك الناس الاي بي اي ياخذوها من عندنا اوكي اتس فاين ولكن هذوك لي زانفورماسيون اللي كيتحط عندي في هذا الاكونت هذاك كي كي كيعطي كي سينيالي انه هذا راه دروب شيبر لانه كتبان امازون سلاش دات كوم اند سو اون. اوكي هادي نمبر 2. اوكي نمبر 3 ايتم لوكيشن item location هادي one of the reasons ملي كتكون انتيا في الليستين ديالك حاط location product location هي تشاينا هونغ كونغ وانت كتشيب البرودكت من المغرب او لا حاط location المغرب وانت كتشيبيه من تشاينا او لا حاط البرودكت من لاس فيغاس وانت كتشيبيه لهونغ كونغ
في الالغوريثم ديال اي باي كيشوف هاد البرودكت لوكيشن ديالو شيكاغو ولكن جا من لاس فيغاس. علاش؟ كيفاش وقع؟ منين انت كتحط تراكي نمبر راه كتبان السونس كتحط هذاك تراكي نمبر. وانا كنهضر على USPS, UPS, FedEx, DHL and so on. هادوك التراكي نمبر كيبان لك انه ستيت مثلا CA ولا NA ولا كيبان لك ستيت منين جا هاديك منين تشيب البرودكت. اوتوماتيكلي انت حاط هاد ستيت هادي في الشيبين لوك حاط نتايا لوكيشن اللي هي فور انستانس هي هادي هي لوكيشن لوكيشن ايتم لوكيشن اوكي ايتم لوكيشن ديال البرودكت هي هادي سي ا. ولكن ملي حطيتي التراكي نمبر جاتهم من ام ا ديفرنت ستيتس باش كيعرفها في التراكي نمبر. في التراكي نمبر كتبان انه راه هاد البرودكت شيب فروم هاد لوكيشن. ولكن انت في الديسكريبت في الليستين ديال لوكيشن ديفرنت لوكيشن باش غيعرف هاد القضية هادي. ملي اون فوا كتحط التراكي نمبر مكيجيش وكي يسينياليك نو كيجمع واحد الداتا هاد الداتا كيجمعهم ومن بعد كي ديسيدي to kill you اللي هي to flag you okay item location هادي number 3. number 4 last not least 4 هي your action your behavior. اش كنمعني لما اكسبلين نشرح لكم شنو هي البيهافير. هو هذا الشيء اللي كندير انا في الكونت ديالي. شنو كندير في الكونت ديالي مثلا هنايا في هاد ايتم لوكيشن انا هضرت على الايتم لوكيشن سيتو كي كومباري الايتم لوكيشن في الليستين طبعا ومنين جا البرودكت من منين جا تراكين نمبر. ولكن يور بيهافير هو ملي كتكون دير 2 days shipping. يمكن I spell it wrong. Anyway, shipping. كدير 2 days shipping. تك توصل البرودكت 5 days. ولا 21 days. From Hong Kong. China. Okay. behavior your behavior هذا الشيء اللي كدير. كتحط انت التراكي نمبر ديال تحط التراكي نمبر تحط اللوكيشن في الليستين بوحدو ديفرنت و ملي كيجي اتس ديفرنت. سو الالغوريثم ديال اي باي كيشوف انه ليت شيبمنت هادي كتنزل لك سكور ديالك ليت شيبمنت. Customer service. صيفط لك client email. صيفط لك email. ما جاوبتيش عليه. No response. ما جاوبتيش عليه. Your behavior في الاكونت ديالك. Late shipment. Customer service. You talk to customer. Behavior ديالك. لا سميتو. الفيدباك واش 100% ولا 85% ولا 70%. هادو behavior كيبانو. الا كنتي 100% it's fine but you still have other ones. ولكن هاد القضيه هادي ديال behavior اشنو كيفاش كتعامل انت as the owner of the business. لانه eBay is a business, it's a business, treat it as a business. Your behavior اشنو كدير في هذاك الاكونت ديالك. واش كدير داكشي بالنظام. واش كتصيفط للناس كتهضر معاهم مزيان. واش كتصيفط لهم برودكت في الوقت. واش كيجيوك واش كتجاوب في الوقت. واش كتحط لهم تراكي نمبر في الوقت. واش هادو بيهيفير بورسنتاج كيبين هذاك الشيء. اوكي معنيتها هاد لي فور مين ريزونز. وانا متاكد مليار في المية ما كاين شي واحد اللي بارطاج هاد لي زانفورماسيون في انطار يوتيوب. هاد الربعه ديال The main reasons علاش الاكونت ديالك كيكود فراكت. اوكي
كيما وعدتكم انا ديما كنبارطاجي معكم شي حوايج اللي ما كيتبارطاجوش ديما، كنحاول ماكسيموم. اوكي بيتيت من بعد المرات نقدر نجيب شي حاجه ديجا انت قالت بيتيت ما شفتهاش وكنقول انه غادي نعاودها لكم. اوكي نعاود من الاول، هذا هو بعض ديال الريزنز علاش الاكونت ديالك غوت فلاك. الريزن الاولى هي كوبي اند بيست واپلودين فوتوز. الريزن الثانيه هي اي بي ار، ملي كتكوبي وتيهز لك السوفتوير كيهز لك انفورميشن وكيهزو محطوم لك ليستين اوتوماتيك، راه كيهز مع الداتاز، الداتاز كيهزو معاه وكيحطهم لك في ليستين ديالك. معنيتها تي تي دوك الداتا ما كيكونوش ما كيتحيدوش، كيبقاو تما. ثيرد وان ايتم لوكيشن، ملي كتحط البرودكت ديالك كتقول انه راه كاين في هونغ كونغ وانت مشي بيه من امريكا، ولا انت تقول في امريكا راه مشي بيه من هونغ كونغ، ولا كتحطو في شيكاغو وانت مشي بيه من لاس فيغاس، ولا مشي لان امازون. اشنو كنتي نتايا لوكيشن؟ كنتاكي فور انستانس، كنتاكي، ولكن انت امازون ما عرفوش من غادي يشيب لك البرودكت، كيشيب لك من هونغ من 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 لاس فيغاس فور انستانس، او لا اوهايو. يعني اللوكيشن it doesn't correspond to tracking number. Your item location doesn't correspond. يعني it's not the same. ماشي بحال بحال. Track location. Your behavior هي اشنو كدير انت، كيفاش كتعامل مع الكليان ديالك، واش كتصيفط لهم السلعه بكري، واش كتجاوب على الايميل ديالك، واش كتصيفط لهم ثانك يو ايميل. وراه في الفيديو اللي كنت ديجا شرحت راه عندي في لاباج ديالي كنهضر بالتفاصيل على كيفاش دير كود كاستمر سيرفيس وكتخلي راسك 100% فيدباك 100% 100%. ويلا كاع 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 ان كيس اي ام شور 99.99%، ولكن تقدر تبقى 100%. اوكي هادو هما الفور ريزنز، فور ريزنز. اوكي نمشيو البارت نمبر 4، كول فيري امبورتنت. بارت نمبر 4 سوليوشنز، حلول. ما عرفتش كي تكتب بالعربية، ضحكوا عليا الا قلتها بالعربية غادي تضحكوا عليا. حلول 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 حلول. اني واي المهم المعلومة فهمتها. سوليوشنز كيفاش غادي نحيد هاد المشاكل اللي عندي. انا مسحت هذا الشيء. اوكي هنا كنت كنهضر على وان از كوبي اند بيست and photos. اوكي الحل اللي عندكم في هذه القضيه هذه هو ما نهزش كوبي بيست من ها 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 امازون وهنا اي باي، ما نهزش كوبي وندير بيست، نو ندير وورد وورد document doc، نهزو نحطو كوبي هنايا اولا في جوجل، في جوجل في لابارتي على الكوش كيكون عندكم واحد التولز تما كتكليكي عليه ويحل لك دوك جوجل دوكس، اللي ماشي ضروري دير وورد تيليشارجي ولا تشري ولا وريفر. سو اوتوماتيكلي شنو غدير؟ غتهز من امازون اولا و مارت او لا اني ويب سايت، تهز منو لي دوني داتاز وتحطهم في الوورد دوكيمنت وتكوبيهم وتبيستيهم في اي باي. علاش؟ ملي كتهزهم هنا ديريكت كيبقاو بالداتاز ديالهم، كيبقاو بالداتاز باللينك ديالهم، كتشو كتبان امازون دات كوم فورورد سلاش ايمج ولا فورورد سلاش بلا 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 انفورميشن. مي باغ كونتخ ملي كتهزهم تحطهم في الوورد عندك في البي سي او لا في جوجل دوكس كيتحيد منهم داك الديكوداج وكيولو غير انفورميشن لاينز، يعني ديسكريبشن في الامازون دوك البوليت بوينت برودكت ديتيلز كيتهزو كيولو نورمال كتحطهم هنايا، يعني ما كيتسلكاش ما غيبانش الكوداج ديال امازون. فوتو سوليوشن عندكم
كاين شي ويب سايت كاين ويب سايت اللي تقدر داونلود فيهم فوتو ديالك في الويب سايت وكي يحيد لك منهم الداتاز هذاك الكوداج اللي فيهم مي ادروايز ديرو فوتوشوب فوتوشوب راه عطى الله فوتوشوب ناخذ لا فوتو من هنايا امازون ونحطها في البيسي ديالي عندي امازون وعندي هنا فوتو اوكي عندي هنا اي باي بلاصه الفوتو وهنا هذا بيسي ديالي اوكي وهذا فوتو شوب ماهش تصويره من امازون حطها في البيسي ديال امازون نو لاقاش غادي تبقى بالكودج ديالها هادي نو غادي نهز امازون بيسي ومن البيسي الفوتوشوب ومن الفوتوشوب نحطها في ايباي ماشي ضروري دير شي اكشن كتهز الفوتو تحلها فوتوشوب وكدير سيف از وكدير رينيميها السميه اللي بغيتي وكتحطها في البيسي كتحيد هذيك القديمه في دوسي والاخرى في دوسي ما ديرش ريبليس علاش الا درتي ريبليس غادي تبقى نفس الداتا دير سيف از وسميها بسميه اخرى في دوسي اخر وحطها ديك الساعه ملي تحطها من فوتوشوب حطها في ايباي كيتحيد منها الكودر سولوشن نمبر 1 هي ديال كوبي اند بيست اوكي نمبر 2 اللي هو اي بي اي سوفت وير نمبر 2 كيفاش نحل المشكل ديال اي بي اي ديال سوفت وير شنو المشكل اصلا عندنا حنا في السوفت وير هو لي زانفورماسيون اللي كيهز وكيحد نفس السيستم ما عندناش مشكل مع انه اتس اغينست تيرمز اند كونديشنز ديال اي باي ما كايناش اتس نون اتس الاود 100% ما كاينش حتى شي حاجه كتقول انه اتس نون الاود المشكل عندي هو في الانفورميشن اللي كيهز لي هذاك السوفتوير وكيحط ليا في اي باي اشنو خاصني ندير هذيك القضيه غادي من السوفتوير ليستي اي باي كلير داتا باقي داتا ديال السوفتوير راه باقي هنا في اي باي غادي نجي لهنايا وري اديت ذا ليستينغ هزيتو من سوفتوير اوكي هنا امازون السوفتوير حطيتو في اي باي غادي يمشي اون اديتي اشنو كان اديتي فيه التايتل كنخليه با الا بغيتي تبدل التايتل ديالك راه انت ديجا بدلتيه في السوفتوير لاي باي ولكن ايتس فاين كنخليه تقدر تخليه في السوفتوير كيف ما هو وتليستيه ولكن تليستيه كتمشي اي باي ليستين ديالك وكتمشي للفوتوز وكي قلت لكم في هذه القضيه هذه ديال الفوتوز اللي قلت هنايا ترنيم هذوك الفوتو تهزهم تحطهم حتى هما تمايا علاقاش الاي بي اي السوفتوير كيخلي لي زانفورماسيون د الفوتو كاين شي واحد ما كيخليهمش مي ديسكريبشن ديسكريبشن ضروري اديت علاش لانه كيبقى الكوداج ديال الليستين انه معروف جاي من امازون معنيتها هادشي كيبقى عندك في الديسكريبشن الكوداج ديال انك راه دروب شيبي راه انت دروب شيبر راه هادوك لي زانفورماسيون كيبانو ديال سوفتوير ديال الويب سايت البلاتفورم اللي انت جاي منها البروداكت اوكي فيري امبورطانت اديت ديسكريبشن اند فوتو وانا كنقول لكم هادشي اس با ماي اكسبيرينس وضروري خاصكم ديروا هادي نمبر 2 نمبر 3 قلنا ايتم لوكيشن
شنو الحل ديال ايتم لوكيشن؟ نمبر 1 هادي غادي نديرها بالاحمر. الى صافي لي اخبار كنت بارطاجيو معكم هذا الشيء غادي ميتس فوكي اتس فاين هادشي راه ماشي كلشي غادي تكون عارفو. اوكي 1 از 1 لوكيشن واش بغيت تكون ولا لا؟ One location. ما كتهمناش اللوكيشن. بيني وبينكم تكون في المغرب حتى لوكيشن موروكو. It's fine. ما تبدلهاش. Never change. خليك لوكيشن واحدة. مش عارف كتشي بين بلاصة واحدة. بغيتي دير تشاينا هونغ كونغ. دير تشاينا هونغ كونغ. بغيتي دير يو اس. دير يو اس. ولكن يو اس غادي دير ستيت. واحد ستيت. سيتي. بلاصة واحدة. To never change. ما ديرش هذا الايتم في شيكاغو الاخر في لاس فيغاس الاخر في اوهايو الاخر في كنتاكي الاخر في هونولولو نو 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 وان لوكيشن ذاتس ات دي نمبر 1 نمبر 2 هو كاين جوج فيهم نمبر 2 في الحلقه ترا كر بات هاد تراكر بات اش كيدير كاينين جوج لي بارتي فيه تراكر بات كياخذ ليك هذا تكري هذا لو سيت هذا باش يحيد المشكل ديال الاي ام زد ال اللي كنا كنعرفوه اللي هو اي ام زد ال اور بي تي اي نو بي تي بي ماشي بي تي اي بي تي اي يا بي تي اي هادو ديال امازون هادو تراكي نمبرز ديال امازون اي باي ما كيعرفوهمش ما كي تراكيهمش كيعرفوهمش الوغ هاد لي تراكي نمبر جات تراكر بوت وجات بلو مكتوبه بالاحمر ما جاتش خاصها مكتوبه بالزرق بالزرق بلو كير اكسبريس بلوكر اكسبريس هاد بلوكر اكسبريس تراكين نمبر كيبدا ب بي بي سي واش بي سي اي ال اي ال جو بونس بي سي اي ال ولا بي سي ال ولا وريفر اش كياخذ كياخذ ليك تراكين نمبر من امازون وكي ترانسفيري ليك البلوكر اكسبريس وتراك بوت تراكر بوت واحد البلاتفورم غتكونوا عارفينها بلاتفورم كيهز ليك التراكي نمبرز من امازون وكيحطهم لك في اي باي الا بغيتي انت ديرهم اوتوماتيكلي الا ما بغيتيش تهزهم من تراكر بوت و تي ترانسفورم ليك التراكي نمبر ديال بلو كير اكسبريس علاش بلو كير اكسبريس على حقاش التراكي نمبر تراكي نمبرز بيرز ديال يو بي اس FedEx ولا FedEx I have no idea EOI whatever you know what I mean UPS USPS FedEx DHL هادو كلهم كيبين ليك shipped from كيبين ليك States مين تشيب هذاك البرودكت كيبين لك الكونتري اتس فاين الكونتري ما عندناش فيها المشكل مي كيبان لك ستيت سيرتو ملي كتكون خدام بامازون سيرتو ملي كتكون خدام بوول مارت و سيرز و هوم ديبو هادو كيبينو لك اللوكيشن فين كاينه معني انت الا حطيتي انت يو اس اي وحطيتي شيكاغو و امازون مشيتي تشري من دور برودوي شيب عليك من اوهايو غيكون مشكل نغير كل مشكل كازيني والالغوريثم اللي دايرين كتبين تو ثينكس ديفرنت انت حاطنا شي كاكو جيبو من اوهايو ذات مينز دروب شيبر بينك كيعرفوا عليه انه عارفين امازون عنده وير هاوسز اي ثينك
12 warehouses الا ما كنتش غلط، 12 warehouse عنده في اليو اس كامله. معنيتها كل مره غادي يشبي لك برودكت من جهه اخرى. معنيتها هادو ما خدامينش، غنخدم بتراكر بلو كير اكسبريس او لا تراكر بوت، كاينين جوج. هادي بلاتفورم كتعطيك هذا وهذا سيرفيس، سيرفيس اوكي. هاد بلو كير اكسبريس اتس ا سيرفيس اتس تراكين نمبر، ولكن تراكين تراكر بوت غيعطيك البلو كير اكسبريس. كاينين تو ثينكس ديفرنت. الا بغيتو عطيني في الكومنتس ديالكم الا بغيتي ندير لكم بالتفاصيل كيفاش ناخذ بلوكير اكسبريس، ندير بلوكير اكسبريس اوكي. سو ذير از تو، ايذر تمشي دير سبسكريبشن عام هنايا ار نو $12 ما بقيتش عاقل، $15 ما كيعطوك شي 1000 ولا 600 ديال تراكي نمبرز. بلوكير اكسبريس جوبونس كيعطوك شي 600 تراكي نمبر بشي 10 دولار، ملي كتقاد عليك كتعطيني ديرها اوكي. معنيتها باش نحل المشكل ديال وان لوكيشن، ديفرنت لوكيشنز ايتم لوكيشن، نمبر 1 هو وان لوكيشن ان اونلي نحطها، ونمبر 2 هو ندير بلوكير اكسبريس او لا تراكر بوت باش منين نجي نحط. باش نشرح نفهمكم، كي قلنا هذوك يو اس بي اس يو بي اس فيديكس ارامكس كلهم كيعطوك لوكيشن، ولكن بلو كير اكسبريس ما كيعطيكش لوكيشن، تيكتب لك شيب فروم، شيبت فروم صافي. ومن بعد كيكتب لك هذه كتكون نورمالمون تحت، هذا كيكتب لك ارايفت ارايفت ات shipping facilities or whatever. ومن بعد كيكتب لك delivered delivered، هذا هو المهم عندنا. delivered حتى الادريس ديالو كتبان في بلوكير اكسبريس ولا في تراكر بوت كتبان لي، هذه هي المهمه عندنا، هو delivered لهذيك الادريس اكزاكتلي. ولكن اهم حاجه عندنا حتى هي ship from ما كتكونش. معنيتها الا جيت نحط وان لوكيشن وحده اختاريتها ما نحطش بزاف وخدمت بلوكير اكسبريس، ما غاديش يعرفني ايميل ملي غنجي نجيب البرودكت ديالي، ما كيتراكيهاش، اذا انا سيف اوكي. سو هوب هادي فهمتوا اوكي. الا عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه بليز في الكومنت بليز اوكي. ونمبر 4 اللي هي حتى هي مهمه، نمبر 4 كي قلنا هي seller seller be behavior seller behavior. customer customer service treat customers well. عطاهم واحد لو سيرفيس كليونتير، انا ديجا حطيتها في الفيديو اللي تحت من قبل كيفاش كيفاش تعاملوا مع لي كليون ديالكم. صيفطوا لهم ثانك يو فيري ماتش ثانك يو ايميل، حطوا لهم تراكين نمبرز سوليوشن، حطوا لهم تراكين نمبرز اون تايم. الا انت كنتي دير وان داي ولا تو دايز شيبين شيبين وعرفتي راسك انك راه برودكت يو كانت شيبيت في تو دايز، دير لي 5 داي شيبين دايز ما خسر والو، ما غادي سي دازن ماتر. الكلاين كيشوف 5 دايز 5 دايز، عجبو ما عجبوش ما عندناش مشكل. على ليسونسي اللي عندي انايا هو الريت ما ينزلش ليا، البرسنتاج يبقى عندي 100 100% اهم حاجه عندي. شراه شراه ما شراهش اتس فاين، مي ماشي نقول ليه راه غيوصلك في يومين وانت توصل ليه في 5 ايام. اولا ندير تراكين نمبر تراكين نمبر نمبر نديرو ندير انه 2 داي ندير 1 داي هاندلين، وانا ما راح تترك النمبر حتى 2 ولا 3 ولا 4 دايز نو. عرفت راسي انه السبلاير ديالي فور انستانس تشاينا ما غنديرش 2 دايز هاندلين تايم، عمرني ندير 2 دايز هاندلين تايم. تشاينا اولويز 5 دايز 5 دايز ديما، سبلايرز فروم تشاينا كيحطوا 5 دايز اوكي. سو 5 دايز فروم تشاينا
China. 5 days. إلا كان شي سبلاي كيعطيك في 2-3 دايز وانت عارف مولفو اتس فاين حتى غتكون ديجا كتكون كومفورتبل انه اتس فاين هذاك كيعطيني في 3 دايز 2 دايز مي اذروايز 5 دايز هاندلين تايم باش تحط اور مور تقدر تطلع في الهاندلين تايم وتنزل في شيبين تايم دير 10 ايام هاندلين تايم ولكن في شيبين 5 دايز ولا 10 دايز فهمتيني باش يكون عندك هذاك الكيليبر مي ليسونسييل هو تحط تاكي نمبر اون تايم وشيبين نزلو في الوقت باش ما تكونش ليك شيبين وراز قلنا كاستمر سيرفيس قلنا شيبين ما يكونش معطل والهاندلين تايم تراكين نمبرز يعني هادو بيهيفيرز اللي كيوريو البيرفورمانس ديالك از ا سيلر اوكي از ا سيلر شي حاجه اخرى از في البيهيفير لي مي سي اف اي ديد نوت فورغيت فاست شيبين جود سيرفيس ذن اتس فاين Just treat your business good. يعني كن مزيان. يعني خدمة مزيانة مقادة وغادي يكون أمورك مزيانة. أوكي. هذه نمبر 4. سالينا. وآخر حاجة واحدة. هاتش يكون اللي قلت لكم أضرب على 3 steps. غادي تديرهم ولكن it's guaranteed. تقول لكم guaranteed. هادو 4 الحوايج guaranteed. But. ولكن. عندكم جوج الحلول. واحد. هو الكونت ديالكم اللي خدامين بيه وشتوه نتوما ديجا دات كيف ما وريتكم ديك الدروب داون وشتو ان بيرفورمانس نقصات غادي تخدم بهاد لي ستيبس ولكن ماشي اون فوا كتخدم بهم كيترينسياليزا لي كونت ديالكم نو غادي ياخذ الوقت راه كتعرفوا في البيرفورمانس ديالكم راه كتبان في اي باي البيرفورمانس كتكون افري مانث معناتها البيرفورمانس ديالك باش كازيني عافك لانه ماشي انسان تعيط عليه تقول لي الو شوف راه انا هادشي درت هادي باش نو هذاك الشيء الغوريثم خدامه يعني تا سيستم كيخدم بيريد يعني من دابا شهر عاد كيقول لك واش انت طلعت توب ريتد ايفالويشن ديالك يعني من دابا شهر ولا شهرين عاد الاكونت ديالك كيشوف هذاك الالغوريثم يفهم انه راه انت يا ماشي دروب شيبر كتكذب عليه وكتخربقو يعني انت كدير ليه نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 كتقدم يعني تاع الالغوريثم ملي كيجي كيدير بحال هكا كيلقاك خدام مزيان ما عندوش هذوك المشاكل اللي هو كان كيقلب عليهم اتس فاين يو جو باك تو نورمال كتولي كتبيع هذه من جهه من جهه ثانيه الا عرفتي راسك انك اي كانت ويت وغادي ياخذ لك الوقت وشتي قضيه انه مات عندك في الكونت حل الكونت جديد حل الكونت جديد عندك الغوا تحل 12 كونت جوبونس اي ثينك انا عندي 4 اوكي جوج خدام بيهم جوج ما خدامشهم صراحه اوكي يو كان حل از ماتش از يو كان حل تيقول لي باركا اوكي عرف كيفاش تهضر مع كاستمرز مع الكاستمر سيرفيس ديال اي باي وحل وبيع مع راسك وخدم هاد 4 ستيبس هما اللي كاينين عندك باش الاكونت ديالك ما يكونش فلات علاش ملي كيكون فلات باش غتعرفوا هادي واحد الحاجه فكرتيني نسيت ما قلتهاش باش غتعرفوا ملي كتمشي للسيرش سيرش بار وكدير كي ووردز ديال البرودكت ديالك كيطلع لك برودوي هنا كيطلع لك برودوي هنا كيطلع لك برودوي هنا كيطلع لك برودوي هنا ليست ديال البرودوي 1 كطلع انت الاخر ولا السابع ولا بيج 2 ولا 3 ما كتوليش كطلع هنا انا كنهضر لكم على اسبار ما اكسبيريانس نهار طفله قال لي الاكونت ديالي كنت كنت انا الاول ديما انا الاول ما ريلي لا دخلت لقيت راسي انا يمكن انا الثاني ولكن غير كنرجع الاول ملي طفله قال لي الاكونت ولا كنعرف راسي السابع الاخر بيج نمبر 2 ولا ما كاينش نهائيا واخا دير بروموتد ليستين يعني في الاول ما كنتش دير بروموتد ليستين من بعد درت بروموتد ليستين لقيت نفس المشكل فلات عرفت راسي انه اوت out of the game اوكي ودرت 4 ديال لي زاكسيون درتهم وخدام بهم اوكي وحاجه واحده يمكن تقدر تبان في الريسيرش هو في السيرش بار هو الا هزيتي الكيورد كامل ديال البروفيت ديالك وحطيتيه بيستيتيه هنا في الكيورد الريسيرش وما كاينش شي باير غادي يدير تيسكري داك التايتل ديال كامل باش يلقاك انت نو اتس امبوسيبل ما كاينش كلشي كيدير كيوردز 1 2 ماكسيموم 3 ووردز باش يلقى الفلتر ما بين البروداكت اللي بغا اوكي كنتمنى انه هاد الفيديو هذا نال الاعجاب ديالكم وكنتمنى استفدتوا منه مزيان كنتمنى من صميم القلب ديالي شاريت معكم شي حوايج اللي ماشي كلشي كيشريهم كلشي كيبارطاجيهم الى عندكم
بغيتوني وعندكم شي اقتراح وبغيتوني ندير لكم شي فيديو حطوه في الكومنت بلو، حطوه من التحت في الكومنت بلو. وبليز لايك اند شير، بليز بليز جيف ذا ثامز اب اف يو لايك ات، وبان لك انه عندك استفدتي منه. اوكي وكنشكركم بزاف و ثانك يو فور ماتش فور واتشين، اند اي سي يو ان انذر فيديو. سي يو ان سي يو، في سلام.